أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من تحت الضوء. كيف ستلقي تظاهرات جنوب العراق بظلالها على المشهد العراقي الملتهب؟ الجنوب الذي طالما الحكومة والأحزاب السياسية الدينية تراهن عليه دائما في دعم العملية السياسية يكشف عن وجهه الغاضب ويوجه للحكومة وسلطة الأحزاب تهديده وينتفض وأيضا يحرق مقراتهم حتى انطلاق شرارة الغضب من أغنى مدينة في العالم البصرة الطافية على بحر من الذهب الأسود، ولكن من يعيش في هذه المدينة يبدو أفقر إنسان يعيش على هذا الكوكب، بينما تدر البصرة وحدها عائدات بمليارات الدولارات تكفي لبناء ناطحات سحاب تغطي بضع دول وليس في العراق فقط. حتى انطلقت نار التظاهرات في هشيم المحافظات الجنوبية الأخرى ذي قار واسط كربلاء ميسان والنجف التي شهدت اقتحام مطارها وتعطيله. التظاهرات الغاضبة التي اجتاحت جنوب العراق قتل فيها أكثر من 13 متظاهرا وأصيب أكثر من 450 آخرين برصاص القوات الحكومية والميليشيات، هذا كآخر إحصاء إلى الآن. لتسليط الضوء أكثر أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ شاهو قرداغي الكاتب والمحلل السياسي العراقي. مرحبا بك أستاذ شاهو. مرحبا بكم حياكم الله. وأيضا أرحب بضيفي من عمان عبر سكايب الأستاذ عبد القادر النايل الباحث العراقي. أستاذ عبد القادر مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. وأيضا أرحب بالسيد مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى مرحبا بك. حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا بكم ضيوفي الكرام. إذا لنشاهد معا المشاهدين الكرام هذا التقرير عن التظاهرات العارمة في جنوب العراق. غضب وتظاهرات تجوب شوارع العراق وأصوات تعكس مطالب المحتجين بطابعها الخدمي، مساحة كبيرة من حالة تدني مستوى الأداء الحكومي طوال سنوات ما بعد الاحتلال، تفشي ظاهرة الفساد المالي والإداري وانعدام الخدمات على نطاق واسع دون وضع حلول جذرية لمكافحته، دفع العراقيين وبقوة إلى الخروج في تظاهرات كبيرة لم تنجو منها الأحزاب المتسلطة على الشعب، والتي تمثلت في حرق مقرات تلك الأحزاب، رافقها قطع بعض الطرقات المهمة والسيطرة على بعض المقرات الحكومية. ولم تخلو التظاهرات من المطالبات بعدم التدخلات الإيرانية بشأن العراقي. يأتي ذلك دون أي مبادرات حكومية جادة تستجيب لمطالب المحتجين من أجل تفادي انفلات أمني واسع سيكون حتما خارج السيطرة. الحكومة وميليشيات الأحزاب ردت على المتظاهرين بالرصاص الحي أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم وحظر للتجوال شمل أغلب المحافظات المحتجة. ويأتي حل أزمة الكهرباء على رأس أولويات المحتجين في البصرة وعموم المحافظات الجنوبية، إضافة إلى إقامة مشاريع في المحافظة لتحلية المياه وإيجاد فرص عمل جديدة تحد من ارتفاع نسبة البطالة. الحكومة الحالية في بغداد عاشت أزمات عديدة قبل الانتخابات الأخيرة تفاقمت حدتها بعد الانتخابات في ظل انقسامات بين الكتل السياسية، وتأتي الاحتجاجات في محافظة البصرة ومحافظات الجنوب لتزيد من حدة الأزمات وتداعياتها، ما يهدد رأس السلطة وعروش الأحزاب المتنفذة وميليشياتها بالزوال. إذن نسلط الضوء في هذه الحلقة من تحت الضوء على تظاهرات الجنوب العراقي. متظاهرون يطالبون يعني مطالب بسيطة، الكهرباء، مياه الشرب، الخدمات، كذلك توفير فرص العمل، وهي مطالب إنسانية يعني كل الدول تسعى إلى توفيرها لمواطنيها دون الحاجة لأن يطالب بها المواطنون. ولكن في العراق نرى أنه أكثر من 15 سنة والمواطن العراقي يفتقد لهذه المطالب الأساسية الإنسانية التي
ليس بالضرورة أن يطالب بها في باقي الدول. أبدأ معك أستاذ شاهو القرداغي، أرحب بك مرة أخرى ضيفي في الاستوديو. كيف تراقبون مشهد التظاهرات الغاضبة التي اجتاحت الجنوب العراقي؟ ابتدأت في البصرة ثم انتقلت إلى باقي المحافظات. تحياتي لك وللضيفين الكريمين. في الحقيقة بعد مرور سنة كاملة على عملية استعادة الموصل، وأيضا بعد مؤتمر سنوي لإعمار العراق والوعود بتقديم أكثر من 80 مليار دولار للعراق، كان هناك آمال بأن يتم فتح صفحة جديدة من الاستقرار والأمان في العراق. ولكننا نرى اليوم والآن استمرت لمدة أسبوع مظاهرات جديدة. هذه المظاهرات مطالبها الرئيسية هي الماء والكهرباء والخدمات، ولكنها تجسد تراكم الأخطاء والفشل والفساد الموجود لدى السلطة منذ 15 سنة. بعد 2003 وإلى الآن الحكومات التي جاءت إلى السلطة ارتكبت الفساد والظلم بطريقة صرفت أكثر من 50 مليار على قطاع الكهرباء، وإلى الآن نستورد الكهرباء من إيران. السلطة الحالية أو السلطة القديمة، وقد لا يكون هناك فرق كبير بين الاثنين، عملت على الاعتماد الكلي على إيران في كل شيء، بالتالي تستطيع إيران أن تضغط على العراق وتستطيع استعمال العراق كساحة لتصفية الحسابات. هذه المظاهرات مطالبها حقيقية وهي الماء والكهرباء والخدمات، ولكنها تعبر عن فشل أتباع إيران في الإدارة، في إدارة الدولة، في إدارة البلاد، في إدارة دفة الاقتصاد. نحن نرى أن المقربون من إيران أو الحلفاء إيران في المنطقة، في لبنان، في العراق، الذين حكموا حولوا البلد إلى مكب للنفايات. نحن نرى الآن البصرة رغم أنها أغنى محافظة في العراق إلا أنها أصبحت مكب للنفايات، أصبحت كتلة من العاطلين الموجودين في هذه المحافظة، أصبحت مكانا للمخدرات التي تأتي من إيران. وبالتالي هذا يعني أن المواطنين أصبح لديهم وعي كامل بأن هذا الحكم الذي كانوا يسمونه الجعفري وكانوا يطالبون به ليكون بديلا عن النظام السابق لا يستطيع أن يوفر أدنى الخدمات المشروعة والقانونية للمواطنين، وبالتالي قاموا بمطالبات حقيقية. وفي أغلب المحافظات التي هم يعتبرونها حاضنة شعبية لهم، والآن يسألون أسئلة حقيقية عن المليارات التي صرفت في الخدمات، عن السلطة الفاشلة التي حكمت في السابق والآن. وطبعا لا ينفع الوعود الكاذبة. نحن رأينا أن العبادي فورا وعد بتوفير 10,000 وظيفة، وفق المحللين والخبراء لا يمكن توفير هذا الرقم من الوظائف بشكل سريع وحاليا، إنه حلم وهي ضمن الوعود الكاذبة. وبالتالي أصبح المواطن يدرك أن هذه الوعود والإغراءات لم تعد تفي بالغرض، ولذلك تم الاعتماد على القمع الأمني والوسائل الأمنية للتعامل مع المظاهرات. نحن رأينا في ماليزيا تم زج رئيس الوزراء السابق في السجن، وتم إرجاع حتى من دولار إلى مليون دولار من الذي أخذه هذا الرئيس الوزراء خلال أسبوع واحد فقط، تم إنهاء هذا الملف. ونحن إلى الآن رئيس العبادي لم يستطع أن يزج بالسجن مسؤول واحد فقط، وهو يعد بتحقيق العدالة وتحقيق المساواة وتحقيق النزاهة، ولكن جميعها وعود كاذبة. أصبح المواطنون حتى الذين كانوا يدعمون هذه الطغمة الفاسدة وصلوا إلى قناعة بأنهم يكذبون وأن وعودهم غير صحيحة، وبالتالي خرجوا، وأن المليارات التي دفعت للعراق سواء في شكل وعود أو في شكل قروض لم تنفع في تحسين الواقع المعيشي للمواطن العراقي، بل استفاد منها الطغمة الفاسدة الموجودة على السلطة الآن، سواء الأحزاب المتنفذة أو الرجال المسؤولين الموجودين داخل الدولة. أرحب بضيفي عبر سكايب من عمان الأستاذ عبد القادر النايل الباحث العراقي، مرحبا بك أستاذ عبد القادر. يعني كثيرا ما تتحدث حكومات ما بعد الاحتلال منذ عام 2005 وحتى الآن عن يعني عناصر التكنوقراط وحكومات التكنوقراط وما إلى ذلك من كلام. يعني لماذا هل تعجز الحكومة أن تدرس تجارب الدول المتقدمة، تجارب الدول النامية؟ يعني هناك من الدول مثلا في الدنمارك وفي النمسا هناك من يستورد النفايات ليدورها وبالتالي
يعني ينتج الوقود النووي أو الوقود الحيوي عفوا، ويقوم بتصديره إلى باقي الدول، وبالتالي تحسين الاقتصاد ورفع مستوى دخل المواطن الأوروبي الدنماركي النمساوي. هذا نتحدث على مستوى يعني أجلكم الله النفايات بمختلف أنواعها. يعني في البصرة تتراكم النفايات على المواطنين، ويعني تتسارع الأصوات ب أن الحقونا، نريد الماء الصالح للشرب، نريد الكهرباء، نريد التهوية. يعني أمن المعقول أن البصرة مثلا يعني أو العراق ككل الذي يطفو على بحر من النفط تعجز حكومته عن توفير حقوق الإنسان العراقي؟ أهلا وسهلا بك. أهلا بك أستاذ. من المؤكد أن هناك حقيقة قاعدة أساسية الجنود لا يعبرون، وبالتالي الاحزاب التي جاءت تحت سلطه الاحتلال بعد 2003 ولا سيما حزب الدعوه الحاكم الذي وصل اليه حكم العراق، بالتالي زج بكل مؤسسات الحكومه ليكون هو من حاكم ومن معه كمل العمليه السياسيه كلوازم اخرى من اجل تحسين صوره الولايات المتحده لانهم بنوا مشروع ديمقراطي. هؤلاء دمروا العراق تدميرا كبيرا واسعا لسببين رئيسيين، الاول أن هؤلاء لم ياتوا اصلا من اجل ان يبنوا مؤسسات دوله ويحكموا العراق وبالتالي يساهموا في عمليه انهم كتله سياسيه او كتل سياسيه تريد بناء عمليه سياسيه، هؤلاء مرتزقه استطاعت الولايات المتحده تجميعهم وايران سوية من اجل انتاج شيء بعد ان فشلوا في تسليق عمليه الاحتلال ووجود الاسلحه بالدمار الشامل، وعلى هذا الاساس فهم يسعون الى ان يتم هؤلاء اكمال مهمه تدمير العراق بكل النواحي، ولذلك هم ليسوا رجال سلطه ولا يفهمون في كيفيه اداره الدوله والسلطه، لانهم يعلمون تماما انهم ستكون لهم مرحله وسيغادرون العراق عاجلا ام عاجلا، لذلك هم اعتمدوا على سياسه التدمير. ثانيا ان هؤلاء تم ايصال الحكم اليهم من اجل حقيقه تسليم العراق بالكامل ومقدرات الاجيال القادمه الاقتصاديه كسلعه رخيصه من قبل هؤلاء في توقيعات مذله لصندوق النقد الدولي. العراق احتل ونظامه السابق لم يوقع على الاستسلام، وهذه قضية مهمة تماما حتى لا يكمل العراق بقضايا وبقوانين الاستسلام التي يمكن للولايات المتحدة ان تبيح العراق في اطر اخرى، وهذه ملاحظة يعني مهمة واستراتيجية، الا ان هؤلاء الاحزاب وعلى راسهم حزب الدعوة ولا سيما حكومة العبادي التي اعتبرها اخطر من حكومة المالك بثمان سنوات لانها تسلم مقدرات العراق الى صندوق النقد الدولي، وهذا احتلال اخر بحيث انه هذا الصندوق وارتفاع المديونيه امام هكذا كم كبير من مصادر الثروه العراقيه المتنوعه والذي يستطيع العراق ان ينهض اذا ما توفرت اللوازم الحقيقيه لشعبه ان ينهض نفسه ليكون سيد المنطقه وربما يكون رافعا لدول اخرى وليس فقط العراق، لكن هم يريدون تدمير العراق حتى تسلم مقدرات وحتى تتحكم به القوى اللاعبه الرئيسيه كصندوق النقد الدولي ومن يقود هذا الصندوق من اجل ان يبقى العراق اسيرا بكل المعايير حتى وان جاءت حكومات وطنيه قادمه او اثيرت هذه الطقمه الفاسده، لذلك انا اشارك صيفك انه العباد يكذب عندما يقول انه سيوفر 10,000 درجه وظيفيه، لانه اتحدى حكومه العبادي ان تتجرا في اي اصلاح اقتصادي او منح اي شيء من خلالها، لابد ان تستحسن موافقات صندوق النقد الدولي الذي الان العراق يدين له باكثر من 130 مليار ولا زالت الفوائد تتعاطى وتزداد ولا زالت الديون تسير على العراق بطريقه واضحه، لا سيما ان هذا النظام الحاكم واعني به حزب الدعوه ومن شاركه في الحكم بالعراق فشل فشلا ذريعا في حتى المحافظه على مؤسسات الدوله، هناك اليوم لدينا اكثر من 15,000 مصنع يمكن ان ينقذ اكثر من 500,000 عائله عراقيه وهذا رقم كبير تماما مغلق بسبب السياسات الاقتصاديه الخاطئه، اليوم لدينا صفر على مستوى الزراعه بسبب هذه السياسات التي الحقت في العراق الضرر من اجل ان يكون العراق حقيقه مكب لنفايات دول تصدر له بضائع آسنه وغير صالحه، ولذلك اعتمدت ايران على هؤلاء
اعتمادا جذريا عندما حقيقة دمروا كل منشآت الدولة والبنى التحتية من أجل أن يكون العراق المتنفس الحقيقي للاقتصاد الرديء الإيراني. ولذلك هناك عمل ممنهج لهذه الحكومة أن لا تعمل شيئا، وعمل ممنهج أن لا يتم لا تطوير كهرباء رغم هكذا أموال. هم قالوا لهم اسرقوا هذه الأموال ولا تنفذوا، وبالتالي يكون هناك غطاء لهم مرتبا. على هذا الأساس فإن إيران مستفيد أول ورئيسي لأن تفرض طبائعها الفاسدة للعراق. سأعود إليكم مرة أخرى. عندما يتم بناء محطات تحلية مياه للبصرة ولغيرها لن يشتروا المياه من إيران، وعندما يتم إنتاج كهرباء حتى وإن كان هناك 50%، المهم أن هناك إنتاجا وطنيا، لن يتم شراء الكهرباء من إيران. وعلى هذا الأساس فإن عملية إدارة الدولة هي عملية تثميرية لهؤلاء بغطاء وبتوجيه وبخطط إيرانية، وبالتالي هم ذهبوا إلى أبعد من ذلك. المؤسسات القائمة التي بنيت في زمن الحصار، في زمن حقيقة العراق كان يعاني من حتى من شحة العملة الصعبة، دمروها. اليوم نتكلم عن المستشفيات وعن غيرها من مرافق الصحة ومرافق التعليم وبالتالي المرافق الخدماتية الأخرى. أما أن انتفاضة أبناء الجنوب المباركة التي انطلقت انطلاقة حقيقية هي لم تكن فقط على الخدمات، هم علموا أن هناك طريقا مسدودا أمام هذه العملية السياسية بكل أطرها. لذلك هم كان لهم دورة في مقاطعة الانتخابات، وبالتالي قلناها سابقا أن الشعب العراقي عندما اختار بأكثر من 80% مقاطعة الانتخابات هو بمعنى أنه وضع قدمه على بداية الطريق الصحيح الذي من شأنه أن يفكر في الوسائل الجديدة لإنقاذ العراق. العراق حليف الكفاءات التي تستطيع النهوض الفعلي في العراق في كل المجالات، ولذلك حقيقة هم يخشون صوت العراقي لأن العراقيين جذورهم عميقة، وهؤلاء الأطراف السياسية الحاكمة هم ليست لهم جذور في الأرض أصلا، هم مجرد يعملون أجندات لصالح قسم لإيران وقسم لصندوق النقد الدولي وقسم آخر في بعثرة الثروة الحقيقية للأجيال القادمة. هذه الولايات المتحدة الأمريكية في قانونها لا تسمح باستخراج النفط أو التلاعب به لأنه ثروة للأجيال القادمة، وبالتالي حقيقة نرى العكس في العراق. اليوم تهدر الثروات العراقية التي هي ملك الأجيال القادمة وملك الشعب العراقي لصالح حقيقة دول إقليمية لا نعني فيها العراق ولا يعنى فيها العراق مطلقا. لذلك حقيقة هذه الانتفاضة التي انطلقت نعم من أسس حقيقية، لأن البصرة مهددة بالانقراض. أقولها بصراحة لأن هناك تقارير طبية مخيفة، هناك تقارير كبيرة تماما تتحدث عن أن هناك حقيقة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن البصرة معرضة إلى الانقراض البشري بسبب تلوث البيئة، بسبب الأمراض السرطانية الموجودة، بسبب حتى تلوث ابقى معي استاذ عبد القادر. نعم ابقى معي لو سمحت استاذ عبد القادر. استاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفه وجهات نظر، مرحبا بك. يعني استمعت الى ما تفضل به ضيفاي الكريمان. اكثر من 50 مليار يتم يعني صرفت حكومات ما بعد الاحتلال على الكهرباء في العراق باستيرادها من ايران، وبالتالي تقوم إيران بقطع هذه الكهرباء. الكثير من الأمور حدثت، يعني إدارة الدولة مثلما وصفها أيضا أستاذ عبد القادر بإدارة فاشلة، هناك قوى إقليمية تتحكم بإدارة الدولة في العراق تحديدا إيران، أيضا إخضاع العراق إلى صندوق النقد الدولي ولتتحكم به القوى اللاعبة الرئيسة. كل هذه الأمور هل من مصلحة، السؤال هنا يعني إيران إذا كانت مستفيدة كل هذه الاستفادة من العراق، هل من مصلحتها أن تضر بمصالحها بقطع الكهرباء عن الجنوب العراقي أو بقطع المياه عن الجنوب العراقي أو بإلقاء نفاياتها إلى المياه وبالتالي تسميم العراقيين؟ هل من مصلحة إيران ذلك؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الضيفين العزيزين الأخ شاهر قرداغي والأخ عبد القادر منايل. حياك الله. حقيقة هذا الذي تفضلت به هو سؤال بديهي جدا يطرحه كل المراقبين، ولكن هذا الذي يحصل في العراق وحصل مثله في لبنان وحصل في اليمن وحصل في سوريا
هذه المناطق التي تمدد إليها المشروع الفارسي الإرهابي العنصري الطائفي، يؤكد أن هذا المشروع يتعرض إلى فشل كبير وفشل حقيقي. هناك مشاكل جوهرية في بنية هذا المشروع الذي لم يصدر إلى المنطقة سوى الإرهاب والمشاكل والفتن الطائفية. لم في العراق الذي يبلغ دخله الشهري خلال هذه السنة على الأقل ما لا يقل عن 7 مليار دولار، وطيلة السنوات الماضية حاز على أكثر من 1200 مليار دولار عبر تصدير النفط وعبر القروض والمنح التي منحت إلى النظام. كل هذه المبالغ التي تجمعت في الميزانية العراقية لم ينشأ من خلالها جسرا ولا شارعا ولا مستشفى ولا جامعة. الشيء الوحيد الذي نجح فيه هؤلاء هو جعل العراق ساحة للإرهاب، بؤرة للفتن الطائفية، مصدرا لهذه الفتن إلى جوار العراق العربي. وبالتالي هؤلاء الذين يتحكمون بالعراق منذ 15 سنة بعد الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك للعراق لم يصدقوا في شيء إلا في أكاذيبه. لم يقدموا لهذا الشعب شيئا، هذا من جهة، ومن جهة أخرى هؤلاء جاءوا يحكمون باسم طائفة، الطائفة الشيعية في العراق. هؤلاء بعد 15 سنة ثارت عليهم أبناء هذه الطائفة، ولأنهم لم يقدموا في الحقيقة أي شيء حتى لهذه الطائفة التي يحكمون باسمها ويقتلون باسمها ويسرقون باسمها ويقتلون أبناءها أيضا، يزجونهم في معارك خاسرة سواء معارك داخل العراق أو معارك الفتنة والإرهاب في سوريا في اليمن في غيرها. هذا النظام، هذا الفشل الذي نشهده هو فشل في بنية المشروع الفارسي الإرهابي الطائفي التوسعي الذي يستهدف كل الأمة. هذا الفشل ليس في العراق فقط، هذا الفشل في كل أينما تمدد هذا المشروع نجد الفشل والإرهاب والفتن الطائفية والفساد والقتل على الهوية وإلى آخره. أستاذ شاهو غرداغي، يعني 1000 مليار دولار أقدرت في زمن المالكي وحده بحسب مسؤولين عراقيين يتحدثون هم بصراحة بهذا الأمر، ولكن هنا يعني لماذا كلما انتفض العراقيون من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة البسيطة كالكهرباء في صيف الحر اللاهب في كالماء الصالح للشرب، يتهم يعني هؤلاء المتظاهرون بأنهم يعني هناك منظمات جريمة منظمة تقف وراءهم، أليس حري بالحكومة أن توجه أموال العراقيين لمشاريع بناء لتوفير فرص عمل؟ وهناك ميزانيات مليارية لدى العراق، العراق ليس دولة بسيطة، 1000 مليار دولار هذا الرقم صعب جدا في زمن المالكي أن يهدر. بلا شك أن أسهل شيء عند الأنظمة الاستبدادية هو اتهام المواطنين أو المتظاهرين أو المعارضين بأنهم وراءهم مؤامرة خارجية وأنهم عناصر إرهابية لتبرير قمعهم. نحن في العراق نرى أن العبادي يقول أن المتظاهرين على الحق، المظاهرات على الحق، ولكن ليس بسبب أخطاء سياسات حكومتي بل بسبب تراكم أخطاء الحكومة السابقة. وماذا فعل هو؟ وهو الآن في حكومة تصريف أعمال، أي وعود يعد بها ليست وعود حقيقية ولا يستطيع أن ينفذها في المستقبل، لأنه سوف يترك هذه الحكومة أو سيتم تمديد الولاية القادمة، والحكومة الجديدة سوف تتهم الحكومة السابقة بأنها وراء هذه المشاكل وأن الحكومة الجديدة لا تستطيع أن تفعل ذلك، ويبقى الحبل على الجرار. استطاعوا عن طريق هذه الوعود الكاذبة أن يتخلصوا من أنفسهم عبء المسؤولية التي تقع على عاتقهم، وإلا فإن العبادي كان يستطيع أن
يمنع حصول هذه المظاهرات عن طريق التعامل بشكل نزيه ومحاسبة الفاسدين الذي كان يسميهم بالبعض قبل الانتخابات، وحتى بعد الانتخابات لم نرى أي إجراءات ضد هؤلاء البعض الفاسدين. الآن العبادي يحلم بولاية ثانية، ولكنه لا يقدم على خطوات جريئة للحصول على الولاية الثانية، ولذلك يتخوف من أن يكون هناك أيادي تدس داخل أو تستخدم المتظاهرين ضده حتى لا يحصل على الولاية الثانية. طبعا موقفه حرج، يعني هناك عدة خطوات أمامه. أولا طريقة تعامله مع المظاهرات، هل سيتم التعامل معها بقوة كما رأينا؟ فهو يثبت بذلك أن لا فرق بينه وبين المالكي، وأنه تمديد لهذه السلطة الاستبدادية، ولأنه من نفس الحزب الدعوة لديه عقلية منغلقة ولا يستطيع التعامل مع الأصوات الحرة. أما إذا اختلفت التعامل وكما رأينا أنه كان خارج البلاد وعاد إلى البصرة بشكل فوري، وأيضا إذا حصل تغيير في التعامل كما حصل في تعامل السلطة مع مظاهرات 2013 المحافظات السنية، إذا كان هناك تغيير في التعامل فهذا يعني أن هذه المنظومة بالكامل منظومة طائفية لا يمكن أن تحكم العراق كبلد متنوع طائفيا ومذهبيا وقوميا، وبالتالي الآن لا يستطيع أن يفعل هذه الخطوات الجريئة. يبقى الخطوة الواضحة والتي قد تتسبب في إقناع المتظاهرين هو سياسات إصلاحية حقيقية على أرض الواقع، محاسبة المجرمين والفاسدين، ولكنه أيضا هنا لا يستطيع أن يقوم بهذه الخطوات الحقيقية لأنه يده ممسوكة بالحزب الذي هو ينتمي إليه وهي حزب الدعوة، وأغلب قيادات هذا الحزب يعني عندهم جرائم فساد ومتورطون في جرائم فساد ولا يستطيع أن يحاسبهم، فالأولى أن يحاسب نفسه. وبالتالي أيضا هو يخشى من أن يكون هناك مؤامرة من قبل الأحزاب الأخرى قد يستعمل هذه الحجة لتشويه المتظاهرين. يعني الآن هو كلما صرح بتصريح عن المظاهرات يقول، ولكن بدلا من أن يلقي بالتهم على الغير، هل من الصعب أن يوفر الكهرباء للمواطن العراقي؟ هل من الصعب أن يوفر الماء الصالح للشرب للمواطن العراقي؟ لماذا هو يعني ينشغل بإلقاء التهم على منظمات جريمة منظمة وفرق وأحزاب وما إلى ذلك، في حين أن القضية هي قضية حق إنساني بالحياة بكرامة، يعني مواجهة الصيف اللاهب بقليل من الماء البارد وقليل من الهواء وقليل من الإحساس بالكرامة؟ لماذا المواطن العراقي طوال 3 أو 15 سنة هو يطالب بهذه المطالب في حين أن الأموال بمليارات الدولارات تذهب أدراج الرياح، وكلما تأتي حكومة تحلم بولاية ثانية، وبالتالي إن حصل على ولاية ثانية هل سيجعل من العراق دبي مثلا؟ أنا أعتقد أن تعليق الأمل بشخص العبادي بأنه مختلف عن المالكي هذا من الأحلام التي لا يمكن أن يتحقق. الطريقة الاستبدادية التي كانت تستعملها إيران في قمع المظاهرات كان قطع الأنترنت، والحكومة العراقية وبعد كل المآسي لجأت إلى هذه الطريقة، وحسب المعلومات أن هناك توجيه إيراني ونصيحة إيرانية بأن هذه الطريقة سوف تنفع في إخماد المظاهرات والاحتجاجات، لذلك طبقوها فورا الحكومة العراقية. هذا يعني أن هذه الحكومة إلى الآن يعني تأتي بأوامرها من الخارج من إيران، وبالتالي تتعامل بالعقلية الأمنية التي تتعامل معها إيران مع مواطنيها. نحن نرى أن إيران أيضا قبل أشهر قبل شهرين كان فيها مظاهرات بسبب التدهور الوضع الاقتصادي، بالضبط. وتم الاعتماد تم قطع خط الأنترنت أو إغلاق نفس الممارسات. بعض البرامج طبعا نفس الممارسات، وهذا يعني أن حتى الحكومة العبادي ليس لديها عقلية تقبل المظاهرات وتنظر إليها كإجراء تعبير حرية عن الرأي وكإجراء ديمقراطي، بل تنظر إليها نظرة شك وريبة وأن هناك مؤامرة وهناك إرهابيين يريدون النيل من البلاد. وأغرب تصريح للعبادي أن هذه المظاهرات تريد العودة بالعراق إلى الوراء، وكأن العراق في مقدمة الدول وكأن العراق ليست في الوراء. أغلب القوائم التي تصدر في العالم من ناحية التعليم، من ناحية الأمان، من ناحية جودة العيش، العراق في ذيل القائمة، بالضبط. والعبادي يخشى من إعادة العراق إلى الوراء، وبالتالي هو
لديه نفس العقلية الأمنية، نفس العقلية القمعية التي ينظر بها بالشك إلى هؤلاء المظاهرين متظاهرين، وهو لا يعاني من المشاكل التي يعاني منها. إذن ليس هناك سوى يعني عقلية إدارة الدولة بالقمع، وليس هناك عقلية لإدارة الدولة بالبناء وبالنهوض بمستوى المواطن العراقي. إذن مشاهدينا الكرام نكمل هذا الحوار بعد فاصل قصير. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أهلا بكم مرة أخرى، نسلط الضوء في هذه الحلقة على التظاهرات في جنوب العراق ومطالب العراقيين المشروعة في هذه التظاهرات، وعلى الرد رد القوات الحكومية والميليشيات بقمع المتظاهرين فيها، رغم تصريحات حيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي بمنع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين وضرورة حرية التعبير، ولكن البعض يرى أن هناك تناقض واضح، وهناك أدلة على وجود هذا القمع من خلال الفيديوهات التي أرسلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلها العراقيون، وكأن الحكومة تتناسى أن هناك يعني تطور في مسألة التواصل الاجتماعي، وأن ليس هناك ما يمكن إخفاؤه من قمع ضد المتظاهرين. أستاذ عبد القادر النايل، يعني لأي مدى ترى أن حكومة العبادي أو العبادي نفسه يعني متناقض في تصريحاته من خلال يعني حديثه عن منع استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين؟ العبادي يمارس لعبة قديمة جديدة استخدمها في معركة الموصل، والآن يستخدمها وهي ذر الرماد في العيون، فهو يتحدث عبر وسائل الإعلام كلاما وفي مؤتمرات صحفية كلاما معسلا، لكنه على أرض الواقع العبادي الآن يداه ملطخة بأيدي المتظاهرين السلميين بطريقة مباشرة، وهم من أسماهم متمردين ثم تراجع بطريقة أخرى عن هذا الوصف، وبالتالي هو من أوعز للميليشيات ولكل هؤلاء بعمليات قتل المواطنين، يوم نتكلم عن ارقام كبيره، يعني المصابين تجاوز عددهم 400 مصاب، وبالتالي هناك حقيقه شهداء قتلوا اثناء في صدورهم عاريه اثناء التظاهرات، ولا زال الى هذه اللحظه تصلنا الاخبار عبر الرسائل القصيره، لان هناك قطع للانترنت، هناك ايضا سقوط قتلى لهؤلاء المتظاهرين في هذه الدقائق التي نتكلم فيها. لذلك العبادي يمارس عمليات واضحه تماما، العبادي غض الطرف عن نزول بعض ميليشيات حزب الله اللبناني يوم امس في مطار النجف عبر طائره خاصه من اجل المساهمه في قمع التظاهرات، وهذه معلومه وليست خبرا متداولا، ولذلك العبادي يمارس بنفسه عمليات قمع هذه التظاهره الكبيره التي لولا لم تكن كبيره ومؤذية لما استخدموا العنف، لأنه يعني معلوم تماما أن التظاهرات البسيطة يمكن غض النظر عنها، لكن هذه التظاهرة آذت العبادي والأطراف الميليشياوية المحسوبة على إيران، بدليل أنها حرقت مقراتهم الميليشياوية في جنوب العراق، ووصفهم بأنهم يتعدون، وأنا حقيقة هنا أقف بين قوسين، هناك بعض وسائل الإعلام الدولية وبعض المحللين يقولون هناك عمليات تخريبية للمتظاهرين، أنا أقول هنا ما العمليات أو المؤسسات التي خربها المتظاهرون؟ أعطوني اسما لمستشفى أو مدرسة أو اسما لآخر، المتظاهرون لم يخربوا أي شيء من مؤسسات الدولة، هم اتجهوا باتجاه مقرات ميليشياوية أطلقت النار عليهم وقتلت أصحابهم وجرحت أصحابهم، وهذه مقرات يرتاح فيها الخارجون عن القانون، ويرتاح فيها السلاح المنفلت، ويرتاح فيها تجارة المخدرات، ويعتبرون هؤلاء أذناب إيران، وقالوها صراحة، وقال أحد المتحدثين المتظاهرين نحن حقيقة لسنا فقط على الخدمات، نريد إنهاء الوجود الإيراني الذي دمر جنوب العراق بالمخدرات وبإنهاء الاقتصاد وبالبضائع التي نطعمها لأولادنا وهي مسرطنة،
إذا الكلام واضح تماما أن هؤلاء المتظاهرون أخذوا مسارا محددا واضحا، وبالتالي إذا كنا نقول أن في المتظاهرين مندسين، ما حديث العبادي عن الإيرانيين الذين تم مسكهم من قبل المتظاهرين في النجف وأشبعوا ضربا على يد المتظاهرين وأخرجوهم وما كانوا يفعلون من أعمال تخريبية؟ ما قول العبادي في المندسين بالقوات الأمنية وقواته الحكومية التي تستهدف المتظاهرين بالرصاص الحي؟ ما قول العبادي في عمليات الميليشيات التي قتلت والتي هي المفروض تحمي مقرات مدنية حزبية كما يقال حزب الدعوة وإتلاف النصر وغيرها؟ لماذا رد هؤلاء أو طيلق بدر أو غيره، لماذا رد هؤلاء على المتظاهرين بالنار؟ إذن اليوم معلوم تماما أن العبادي يمارس عمليات قتل واضحة، والآن أصبحت يداه ملطخة بدماء هؤلاء، والمفروض على العشائر التي بدأت تظهر بياناتها الآن أن تحمي الشباب المتظاهر الذي يريد إعادة الكرامة. فهي حقيقة ليست كما وصفها صدر وغيره من الأطراف السياسية بأنها ثورة جياع. هؤلاء كراط وهؤلاء شباب غيورين، دائماً ما كرامة. نعم أستاذ عبد القادر، اسمح لي فقط أنتقل أستاذ مصطفى كامل. دائماً ما يعني تصف الحكومات في العراق وخصوصاً حتى الحكومة السابقة يعني حكومة المالكي كانت ما تقلل من شأن أي تظاهرات تخرج في العراق، سواء كانت مطالبة بالكرامة أو مطالبة بالحقوق الإنسانية. يعني حديث العبادي أيضا عن أن هناك ربما إرهابا يقف وراء التظاهرات، ربما ممكن أن يؤدي إلى حصول، ربما هو تلميح أو مقاربة ما بين هذه التظاهرات التي تحصل الآن في الجنوب والتظاهرات التي حصلت في المناطق الغربية في العراق، ألا ترى أن هناك تقاربا ربما أو تلميحا منه لذلك؟ هذه السلطة عبر مراحلها المتعددة منذ احتلال العراق تجيد ابتداع الأوساط للحط، يعني محاولة للحط بمناوئيها، فهي من جهة تصفهم بأنهم فلول أو عصابات مسلحة أو فقاعة أو أنهم أعداد قليلة وهكذا. الذي نجده في هذه المظاهرات أن هناك انتشار كبير لحجم المظاهرات. المظاهرات بدأت من البصرة، الآن في المثنى، في ميسان، في الديوانية القادسية يعني النجف، وفي كربلاء، وفي بابل، وهكذا. هذا يؤكد أن المواطنين في هذه المناطق كما تفضل عزيزي الشيخ عبد القادر النايل بالحديث أنهم ليسوا جياعا ليثوروا، ولكن في الحقيقة هم استئموا من الوعود الكاذبة التي قدمها هذا النظام العميل في كل مراحله عبر كل الحكومات التي شكلها المحتل وأوكل إليها مهام تدمير العراق وقتل أبنائه وسرقة ثرواته طيلة السنوات 15 الماضية. استأموا وعوده، وكما قلت لك في قبل قليل أن الشيء الوحيد الذي صدقوا فيه هو وعودهم الكاذبة، أنهم قدموا وعودا كاذبة فقط للمواطنين. الآن عندما يتحدث حيدر العبادي عن تقديم 3 مليارات دولار تقريبا إلى محافظة البصرة، أو يتحدث عن توفير 10,000 وظيفة لأبناء البصرة، هذه كلها من الأكاذيب التي يحاول تخدير الشعب بها. هي محاولة حقيقة يائسة وبائسة، لأنها لن تفلح في إيقاف هذه الثورة الشعبية العارمة. الآن بدأ المواطنون لو كانوا جياعا فقط لم يهاجموا المقرات الحزبية. هذه المقرات الحزبية أي عقل أن يوصف المواطن العراقي أستاذ مصطفى يعني من خلال أي من المسؤولين في أو من رموز العملية السياسية، أو أن توصف هذه التظاهرات في العراق بأنها تظاهرات للجياع، وهم من أغنى أغنياء العالم، يعني بلدهم يطفو على بحر من النفط؟ هو هذه الاستهانة بالمواطن العراقي
المواطن العراقي الكريم العزيز الذي بنى عراقا قويا ودافع عنه وحماه طيلة السنوات الماضية على مدى العهد الوطني في منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة في مطلع العشرينات. هذه البصرة التي وقفت وتحملت أكبر ثقل من العدوان الإيراني طيلة السنوات الثمانية في حرب ضد العدو الإيراني خلال الثمانينات في القرن الماضي، يحاولون الاستهانة بمواطنيها، يحاولون الإساءة لها، يرفعون صور الخميني الذي قتل الكثير من أبناء هذه المدينة ودمر الكثير من معالم الحياة فيها طيلة السنوات، طيلة سنوات الحرب الثمانية وما قبلها أيضا، عندما بدأ بشن عدوانه قبل أن يرد العراق بشكل حاسم عليه. هذه محاولة من الأنظمة العميلة التي تتحكم بالعراق وتتسلط عليه بقوة الفصال الأمريكي والإيراني، لأنهم لولا هذا الفصال الذي يحتمون بظله لما استطاعوا الوصول إلى العراق ولما استطاعوا البقاء يوما واحدا بدونه. وحتى في السنوات الأخيرة عندما هاجمت قوات من داعش أو مجاميع من داعش مدن العراق الغربية ومدينة الموصل، لم يستطيعوا أن يتقدموا شبرا واحدا إلا في ظل الدعم الجوي الأمريكي ودعم المدفعية الأمريكية والغربية، والإضافة إلى ما كان الحرس الثوري بقيادة سليماني يزودهم به من قوات ومن ومن تخطيط. هذه استهانة بالمواطن العراقي عندما يتحدثون عن ثورة جياع. هذا المواطن الحقيقة ثار نعم لأجل خدمات كل الثورات في العالم، تبدأ طلبا لحقوق المواطن. الثورة الفرنسية التي يعتبرها العالم نموذجا للثورات في العالم بدأت بمطالب الخبز، ثم انتهت بقطع رأس لويس السادس عشر وماري أنطوانيت. الثورة البلشفية كانت ثورة ضد الإقطاع وضد الفساد الذي يعني كانت يشهده روسيا في ذلك الوقت، وهكذا. ليس معيبا أن تكون هناك مطالب بتوفير الخدمات لهذا الشعب، بالعكس المطالبة بتوفير الخدمات هذا دليل على فشل هذا النظام وعجزه عن توفير حقوق أبسط حقوق المواطن. المواطن يطالب بماء صالح للشرب، بكهرباء لاستمرار الحياة، بمورد رزق. هذه أبسط حقوق المواطن الذي يجب أن توفرها له أي حكومة. الآن بعد 15 سنة وبعد أكثر من 1200 مليار دولار فقط في عهد المالكي أهدرت حوالي 800 إلى 900 مليار دولار باعتراف المنظمات الدولية الرقابية المعنية بالموضوع، بعد فشلهم في هذه يعني بعد حيازتهم لكل هذه الأموال يفشلون في توفير هذه المطالب الخدمية الأساسية. هذا مؤشر كبير على فشل هذا النظام في جوهر. ربما لا يوصف فقط بالفشل، ربما هو أمر مقصود أو دبر مثلما يقال. نعم قد يكون جدا مقصود لتدمير العراق وإنهاك شعبه ومحاولة لإذلال شعبه، حاشا الشعب العراقي العزيز. شكرا لك أستاذ مصطفى. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل. يعني أخيرا أستاذ شاغو، يعني الآن هناك من يرى البعض بأنه حكومة المالكي حينها عندما خرجت التظاهرات في المناطق الغربية فتحت الحدود أو أمر للجيش أن ينسحب مثلما يرى مراقبون عسكريون ومحللون، وبالتالي هناك أصبحت ذريعة لاجتياح المدن وتدميرها وتكسيرها، وبالتالي وصل ما وصل إليه حالها الآن. الآن ما الخيارات أمام الحكومة، حكومة العبادي، أمام متظاهرين يعني يطالبون بأبسط حقوق وهم عراقيون ومن حقهم أن يعيشوا بكرامة؟ ما الخيارات أمام حكومة العبادي التي يعني تصف ما يجري الآن بالفوضى؟
بلا شك كما بدأوا في البداية أعطوا وعود عن طريق الترغيب المتظاهرين حتى يكفوا عن المظاهرات، عندما لم يتوقف النشاط والاحتجاجات بدأوا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وطبعا الآن عبادي هو المسؤول الأول والأخير عن هذه الأرواح التي سقطت والشهداء 15 أو 13 شهيد، وبالتالي العبادي ليس لديه أي حل سوى التعامل الأمني والقمع مع هذه المظاهرات، لأنه لا يستطيع إجراء إصلاحات فورية ترضي المواطنين، ولأن هناك شبكات فساد كبيرة لا تريد إخراج العراق إيران من العراق، ولديها علاقات مع إيران، وبالتالي تريد أن يستمر الأوضاع على ما هو عليه، أن يتم إخضاع العراق بكل ثرواته إلى إيران. والعبادي لا يستطيع أو هو عاجز أو لا يقدر أن يقطع هذه الشبكات أو يحاربها، لأنها أكبر من العبادي، والعبادي أضعف من أن يستطيع أن يواجه هذه عصابات وميليشيات الفساد الموجودة داخل الدولة والمتنفذة داخل الدولة، وبالتالي ليس لديه خيار إلا قطع الأنترنت ومواجهة المتظاهرين بالسلاح. وأيضا المثير للضحك يعني الميليشيات التي بررت تشكيلها بأنها جاءت لحماية مواطني هذه. هل يمكن يعني التعويل على هذه التظاهرات أنها تهدد ربما أو يعني تقوم باقتلاع العملية السياسية برمتها وبالتالي تخليص العراق منها، أم أن الأمر يعني يشبه كل صيف؟ بلا شك هذا يعتمد على السيناريوهات ودرجة وعي المواطنين ودرجة مطالبهم. إذا كانت مقتصرة على الخدمات فتوفير بعض الوعود ينتهي الأمر ويعودون إلى منازلهم، ولكن إن كانوا يشعرون بوجود خطر حقيقي من استمرار هذا النظام الطائفي الذي لا يستطيع أن يدير الدولة، فحينها يكون يتحقق المطلب الرئيسي وهو تغيير المنظومة السياسية بالكامل وجلب سلطة وطنية تشعر بآلام المواطنين وتقطع كل الأيادي الخارجية التي تتدخل في الشؤون العراقية وتستخدم العراق كمنصة لتهديد الخارج وأيضا لإضعاف الداخل. شكرا لك ضيفي في الاستوديو السيد شاهو قرداغي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا. وشكرا لك أيضا أستاذ عبد القادر النايل عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه الحلقة. وأيضا شكرا لك أستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أشكركم ضيوفي الكرام، وأشكركم أيضا مشاهدين الكرام على متابعة هذه الحلقة، وإلى أن نلقاكم في أمان الله.